سائل العالمين السلام عليكم يا سار الله وابن الصاري والبدر الموتور السلام عليكم يا رواي الذي حلتي في نائك عليكم من جميع السلام الله وابن ما وقت الليل والنهار يا باب الله لقد قدمت الرضوة وجلت وزمت المصيبة بك علينا ولا جميع أهل الإسلام جلت وزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلان اللهم دعنا أساسا زمية جوري عليكم أحد البيت فلان اللهم دعنا فاتكم مخامكم ودالتكم مراتبكم التي رتبكم الله فيها فلان اللهم دعنا خدلتكم لان اللهم موحدين لو بتمكين من قتالكم بريدوا إلى الله وإليكم منهم ومن الشيعين وأتباعهم وأوليائهم يا عباد الله إن السلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم إلى يوم القيامة ولان الله على زياد وعلى مروانا ولان الله بني أمية خاتمة ولان الله ابن مرجانا ولان الله عمر بن سعد ولان الله شمرا ولان الله شمرا ولان الله أمة نصر رجت والجمة ودانا قبض خدارك بأنت وأمي لقد ثم مصابي بك فأصل الله الذي أكرمه مقامك وأكرمني بكاني أرزقني طلب الساري طلب الساري كما إمام المنصور من أحلى البيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم جنبك وجن بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا باب الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم وجري عليكم وأقرب إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه دنيا وجرى في ظلمه وجري عليكم والعشيائكم بريتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات بليكم وبراءة من أعدائكم وناصبين لكم الحرب وبالبراءة من الشيعين وأتباعهم وأوليائهم يا باب الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم خدمة صدقا في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم إن الله